بينا حبيت ناوي يدي يوصل الاولاد بدل الطريق راه حبت الاولاد هبطوا الاولاد بدل بينا الطريق راح القليعه ما جاش ثلاثه سيتي بديت مع انا الاولاد طلعت كي وين راك رايح سمحي لي اختي هو الطريق تاعو منين اصلا نورمالمون يجي كي يحط الاولاد يدور ما يجي يحطنا هنا هو دار رجع للقريعه قلنا له وين راك رايح وراك مدينا تكسب فينا بكلام العيب معليش كي بدا الناس وحده حبه غات سويسيدي ترمي روحها من التاقه كي شافها راح طيش روحها ولا دار رجع كي جابنا هنا جابنا هنا هبط باهي حلنا الباب نهبطوا لا لا طفى علينا الضوء طفى الضوء داخل في البيس وحنا داخل في البيس طفى علينا وقفنا سيد مشاب في تاس انكرويابل وحنا واقفين نتراماو ما كانش صح نتراماو داخل في وسط البيس هذاك الفيديو اللي يدور فيسبوك كنتوا فيه هذاك فيتاس ما تيماجينيهاش حنا واش بر ما نبانيش فهمنا ارهاب برا ولا لداخل هاربينا خاطفنا قال لك مديك من الجوندار سي بيزو ما كانش ضرك منا وين راه مدينا مدينا الجبل وين تدينا حنا وصلتنا لا سيدي وليت نرفي اكثر خمسه لي زاجون واقفين يتفرجوا فينا اسمك عون امن ولا اسمك عون مشاهده ولا السائق كان يبدو عليه اثار انه مهلوس ولا طالب في عمري 20 سنه ولا 21 سنه تسبني بكلام العيب هذا انسان طبيعي انسان سوي وين مدينا القليعه كي بدينا نعيطوا والسبب السبب هو يعود نهار الخميس هذاك انا ما نقدرش نشهد بالخميس ولا بالحد خاطرش ما شدتش عندها سوابق قبل والله من بعد ما انا وصلت للحادثه نتاع راح نتخطف في وسط بيس جامعي قدام خمسه لي زاجون يتفرجوا والسائق يسبنا بكلام العيب اهانه وصلنا كي قال لك راني زعما راح نحميك نديكم للجار كي وصلنا للدار يسبنا احنا راه يهضروا سب انا لا تخطفني وتتسبني يسبنا راني انا هنا جاي نقرا بالطريق ما جيتش باش نحاف ما جيتش باش نتسب وحده قدامنا تهدد عليها تهدد عليها رمات الماء قالت ترمي عليا الماء وتهدد عليها هذا انسان طبيعي هو امام هنايا البارح كيف هذاك الوقت كي كنت تطلو كان غاشي ما كانش غاشي كان دعوه فارغه يتفرجوا فينا وحده جبدت له الفون وطلعت لها بطل جبنات من البيت عاود طفى علينا ضوء في الباب